مثلا بتقولها حاجه ولا لا صمت؟ لا انا كنت في الاول دايما اقول لها خلاص ما هنرجع مع بعض ومش عارفه ايه شويه وهنرجع وكان وشها بيدي احساس انه فعلا هترجع، يعني وانه دي فتره مؤقته وراجعه البيت. انما لما بيحصل بقى ان الجسد نفسه بينزل تحت التراب، بالنسبه لي حصل انفصال. اللي انا شايفه في المقبره غير امي، ده حاجه تانية. امي فضلت جوايا وفعلا مشيت وانا ما عنديش ولا ازال حتى اللحظه دي فكره الموت نفسها، لان الموت يعني ايه؟ انه يتوقف التواصل، طب التواصل قائم، يتوقف الحب، طب الحب قائم، طب فين الموت؟ فده الحقيقه ده اللي انا جوايا قوي ومقتنع بيه، انه لا يوجد موت. كمان في حاجه مهمه، اللي رحلوا عن حياتنا اذا كنا بنحبهم قوي فهم موجودين في كل لحظه. صحيح، وبتحس بده. صحيح، بتحس انا من المؤمنين بده، انه بتحس بده قوي. وكل ما تعمقت في الموضوع ده تحس ان كل خطوه، كل كلمه، كل موقف بيبقوا معاك. طيب اللي انت انا موافقه جدا على فكره الاحساس ب يعني انك تبقى موجود حاجه وانك تبقى متواجد او حاضر حاجه تانية. الانسان ممكن يبقى حاضر حتى لو هو جسديا مش موجود، يعني حاضر بحاجات كتيره جدا، انما الفقد بقى دي حاجه تانية. بجد موضوع الفقد ده تغلبت عليه. ازاي بقى؟ لانه مش موجود جوايا، يعني غيابها الغياب. لا بس هي كانت طول يعني كانت في المانيال معاك العمر كله. ايوه الغياب، الغياب بتتابعك على طول، بتكلمك في التليفون، بتنقدك احيانا، يعني كثيرا. ايه؟ كثيرا مش احيانا، كانت بتنقدك كتير. كثيرا يعني قصدي انه في حاله، مش عايزه اقول التعود، بس حياتك والدتك كانت جزء منها. لا بس ما زي ما قلت لك فكره الغياب لم يحدث. ما هو هي المشكله اللي بتواجه الناس عاده هو غياب الانسان اللي انت مرتبط بيه، لكن اذا انت قدرت تحتفظ بيه زي ما انا عملت احتفظت بيه. هو انت شو انا شفت قد ايه انه في الاخر اللي هم الترابيه وكل ده، دول الناس مش حاسين باي حاجه، بينفذوا مهمه كويس. فانا انفصلت عن الجزء اللي نفذوا فيه المهمه وخدت معايا اهم من ده ان هي معايا بس. طيب